معنا مشاهدينا الكرام بشأن بيان هيئة علماء المسلمين بخصوص حكومة مصطفى الكاظمي وقمع التظاهرات السلمية على نهج الحكومات السابقة. معنا هاتفيا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد. إذا أصدرتم على مدى يومين بيانين بشأن قمع الحكومة المتظاهرين في بغداد والمحافظات، إلى أي مدى استطاعت هذه التظاهرات أن تفرض واقعا جديدا في العراق يتطلع للتغيير وإسقاط هذه العملية السياسية برمتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام وتقبل الله إفطار الجميع. المظاهرات أثبتت نفسها وأصبحت واقعا ورقما صعبا لا يمكن تجاوزه، فهي برغم مرور أشهر عديدة جدا لا تزال مستمرة، بل وهنالك في بعض الأيام وخاصة اليوم هنالك تصعيد من قبل هؤلاء المتظاهرين، وهذا دليل على ثبات هؤلاء وعلى انتشار هذه التظاهرات جغرافيا وكما ونوعا كما يقال. هذا أمر. الأمر الآخر، لا ننسى أن حكومة الاحتلال الثامنة هذه جاءت عقب سقوط الحكومة السابعة، حكومة عادل عبد المهدي، بسبب إجرام الحكومة السابقة ضد المتظاهرين وسيل الدماء الذي سقط من قبل هؤلاء الأبرياء على يد الميليشيات والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة. فبدا بها اليوم نرى أن هذه الحكومة الحالية هي تكرر ما وقعت به الحكومات السابقة ولا سيما الحكومة السابقة، وتسير على ذات النهج في القمع واستخدام الحديد والنار ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين. أيضا سياسيا أكدتم في بيانكم أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها، يعني كيف أسهم ضغط الأحزاب في استمرار وتكرار هذا المشروع، مشروع المحاصصة نفسه الذي سارت عليه الحكومات والذي يرفضه طبعا متظاهرو ثورة تشرين؟ يعني الشعب العراقي والعالم أجمع عايش طيلة الأشهر الماضية المسرحيات الهزلية في رفض هذا المرشح وترشيح بديل ومجيء آخر ومناكفات بين هؤلاء الشركاء إلى أن استقر الأمر على هذا المرشح الأخير وهي حكومة الكاظمي. فبات الجميع يدرك، لأن هذا لم يعد سرا، أنه لا يمكن لأحد أن يحظى بتأييد هذه الأحزاب إلا بعد أن يقدم لهم التنازلات ويعطيهم ما يشاءون من أنصبتهم من الكراسي والوزارات وغير ذلك. لذا الكل يعلم أن هذه الحكومة الحالية ما جاءت إلا بعد أن نالت ثقة أحزاب السلطة المهيمنة، وأحزاب السلطة المهيمنة هي التي هي المسؤولة عن المناصب وعن الوزارات وعن الحكومة السابقة ومن قبلها. وهذه الأحزاب هي ذاتها هي المسؤولة عن سيل الدماء الذي سقط في شوارع العراق، لأن ميليشياتها وأجهزتها الأمنية هي التي ارتكبت تلك المجازر وتلك الانتهاكات. لذا فالقضية هي قضية حلقة في سلسلة عملية سياسية لا تريد للشعب العراقي الخير. لذلك نلاحظ الآن استمرار اعتقال وخطف الناشطين والاعتداء عليهم وعلى متظاهري ثورة تشرين من السلطات الحكومية وهذه الميليشيات، ولكن أين وعد الكاظمي بملاحقة قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم؟ تعود الشعب العراقي أن الوعود التي تطلقها كل الحكوميات كل المرشحين إنما هي حبر على ورق، ويضحكون فقط على بعض الأتباع وربما على أنفسهم لا غير، وإلا لا يعول الشعب العراقي على أي وعد من هذه الوعود. وربما أحداث اليوم هي دليل على سقوط أول وعد من هذه الوعود، وهي قضية محاسبة المجرمين بحق هؤلاء الأبرياء. آلاف الشهداء، مئات الآلاف من المعتقلين، الاختطاف، التعذيب طيلة الأشهر الماضية، بدل أن نرى محاسبة وإذا بنا نرى أن هذه الأجهزة الأمنية باقية على مسارها وتستمر بل تجدد ربما تصعيد استخدامها للعنف ضد هؤلاء. إذن هي المسيرة واحدة، مسيرة العملية السياسية في إجرامها ضد الشعب العراقي، ولذلك مسيرة هؤلاء الثوار لابد أن تكون أيضا
مستمرة على هدفها حتى تتحقق أهدافهم. إذن وسط هذا رفض الشعب للكاظمي والحكومات التي سبقته، ما الذي يمنع الكاظمي والأحزاب التي تسانده من المضي بانتخابات حرة شفافة يرضى بها الشعب العراقي؟ كل ذلك مسرحيات أو شعارات كما قلت قبل قليل، لن يكون لها على أرض الواقع أي وجود. الغاية أو الهدف الأساس الذي تسعى له أحزاب السلطة، كل من دخل في هذه العملية السياسية، أمران مهمان، هو أولا استمرار هذه العملية السياسية وثباتها وبقائها، استمرارها وبقائها وضمانا لمصالح أسيادها ولا سيما أمريكا وإيران، والأمر الآخر ضمان مصالح الشخصية لهؤلاء الأشخاص الذين دخلوا، لأننا نعلم أنه هذه العملية السياسية هي غطاء سياسي وقانوني تحمي هؤلاء الفاسدين لممارسة جميع جرائمهم، سواء كانت الجرائم انتهاكات ضد الناس، يعني انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقال وتعذيب وغير ذلك، أو فساد مالي من نهب للمليارات من ثروات العراقي وتركي أبناء الشعب العراقي كثير منه اليوم ربما تحت خط الفقر. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العالي، ناطق رسمية باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.